عيدك وخيرها روح. من أكبر هذا الحذاء. أنا في فلوس؟ لا. ها؟ لا من أكبر أنا يصير عندي فلوس أنا أشتري. لا من أكبر أنا يصير عندي فلوس أنا أشتري. هي دي الرحمة. عندك صغار؟ ما خليني أتفرج. لا حبيبي ما عندي. مش ياخذك من احداك. لا ما اريد. انا مش باخذك ملابس. بابا ايدك وخرها، ايدك وخرها روح. لازق على الجامع. لا حبيبي ليش؟ افرج جامع. بس هو يلزق الجامع امسحها بعد. امسحها بعد. روح حبيبي. بس قاعد اتفرج. ذبحني صار له ساعه واقف على الجامع ومصخني. بس مو صيح عليك. شو اسوي له الان؟ شو صيح علي؟ صار له ساعه شو اسوي له؟ غير طبيعي وانت صايح عليهم. شتري؟ السلام. هذا يقول لك فرشتر عالك. هذاتي تشتري هذا؟ مو كبيرة مو زينة علي. فانا اشتريت منها أخوك ما حد. هذا كبير عليك حبيبي بيصير يعني. تريد أخذ لك واحد صغير؟ تريد أخذ لك واحد صغير؟ ما أريد. ليش؟ ما يدخل عن السلام. تعال السلام. زين شنو تريد؟ بس خلينا اتفرج على الحذاء وهذا ما خلينا فيه. مو عم موجوده يشتغل تريد حذاء اخذ لك يعني تشتري قاط قاط تريد ها كبير بابا كبير عليك هذا انا اشتري لك والله هناك اكلت وهنا قررنا ندخل هذا برنامج اسمه الصدمه والمشهد اللي صار هو مشهد تمثيلي شفناكم انتبهتوا بداية انت متوقعة ان الطفل محتاج فلوس بس مو انت امني يريد يحققها وصلنا احنا انا لا للبدء ما جوعان يعني سويت اكل شيء سالتي انت اي سالت يعني ليش تركت الحاجه اللي ناوي تشتريها أي. مو لانه طفل خطيه فربت نفسه بشيء باب المحل شويه صار لي عصبي وانا شويه يعني هذا تتعاطف ويا الاطفال عاده اي انا عندي ابن واحد وهو اعتبره امي